بأقرب وقت رح أعمل الخطوة اللي انطرت سنين حتى صار عندي القدرة حتى أعملها. تركني وليه؟ مش رح أتركك قبل ما أعمل فيك مثل ما عملت بيرار فولين. رمزي؟ دخلك هيدي البنت هي؟ هي الولاد لازم يعرفوا ولاد مين هن. هودي ولادنا. مش فهمانين شو يعني ولادنا؟ كيف بدي اقنع ديانا اني ندمين وبدي صلح الوضع معها؟ اسمعي انت هلا بتترك الشرطة، اذا كان شادي ما عم يقدر يقول لك انك مشحوطه من هون، انا هلا عاملك، خلص بقى، خلصت منك. زويا انت اسكت شادي. يا ريت فينا النص الماضي ونحاول نجتهد. ما بعرف شو عم يخطط اسامة لديانا، بس عندي احساس انه بده يعمل شيء. شو معقول يكون عم بخطط لها المرة؟ اذا بدي الحق احساسي بقول بده يقتلها. صار لازم هنادي تعرف الحقيقة، لازم تعرف بنت مين هي. وهون رح ينزل ضيف كتير مهم له طار كبير على اسامة فضول ورح يساعدنا كتير. اخد بطارة منه؟ وشو دخلني انا بالموضوع؟ لانه ياسمين صعب بتكون امك. وسيم ناصر بيكون بيك يا هنادي. Thank you.
هيدا اللي عمله رمزي مع أمك، حبها كتير وعوضها عن أهلها وحميها وستر عليها. لما خلفتك وماتت بكى عليها حتى نشف دموعه، وقبل ما سافر قدم كل اللي بيملكه لنجيب منى، وهيك ربيتي انت وخيك، كبرتوا وتعلمتوا بفضل رمزي واكيد بفضل تربيه نجيب منى اهلك. بالرغم من اني مش عم بقدر انسى لين، بس في ذات الوقت حاسس اني حابب كثير شفتيها. صدقني لو ما انا بعدني مغروم باختك كنت اكيد انغرمت بديها. خلص ما بعتقد رح ارجع اشوفها، اكيد بكون شلتني من راسها كليا. هلا اذا حاسس انه بتعني لك هالقد لازم ترجع تظبط الموضوع. صدقني انا كنت شايفك لتيا اكثر بكثير مما شايفك مع لين. صرت اكره هالبيت لانه ولادي رح يدركوه. لازم كون غير هون. شو بتحب عيطلك؟ رشيد المتنة أو رمزة؟ صار لازم تعطي لي رمزي. الو رمزي وين صرت؟
نازل على المطار. رح انطرك على المطار. رتبت كل شيء على زواك؟ كل شيء جاهز وناطرينك. يعني رح شوف أسامة؟ شخصيا. رح تتفاجأ ديانا اني رجعت. خليها تتفاجأ. كمان المفاجأة بهيك حالي ما بتشكي من شيء. توصل بالسلامة. الله يسلمك. الله معك. هيدي كل قصتنا معكم من الأول لهلا. إذا غلطنا بحقكم سامحونا، وإذا ما قدرتوا تسامحوا على القليل تذكروا إنه ربيناكم واعذروا ضعفنا بمحبتكم، وأنا نيتنا فيكم. عم تحكي كأنك بطلت بيي، كأنك تخليت عني، كأنه بدك تسلمني لوسيم ناصر وتزيح الحمل عن ظهرك. بس لازم تعرف انه انت بيي، وانه منى هي امي، وانه هيدا البيت ما ببدله بقصور الدنيا. بقدر ابدلك بأي أم بالعالم، حتى لو كانت أمي الحقيقية عايشة ومش ميتة، لأنه الحنان يلي أعطيتينا إياه ما في أم بالعالم بتقدر تعطيه. نسيت نفسي ونسيت شبابك ونسيت أنانيتك، نذرت حياتك لأولادك، سرت وتعبت وتعذبت لربيتينا. انت ام استثنائيه مثل ما البابا بي استثنائي. انتو نعمه عطانا اياها الله لالي ولرالف، وكل دقيقه بشكر الله على هالنعمه. وصل رالف. بعد ما اجى الوقت اللي لازم رالف يعرف فيه الحقيقة، هيدا اللي طلبه رمزي ولازم نمشي فيه. شو بعدكم سهرانين؟ مدري مين اللي بعده سهران؟ ليش نحن فينا ننام قبل ما توصل؟ زياد؟ لين؟ لين؟ زياد، ليه عملت فيي هيك؟ ليه ضربتني؟ ليه عذبتني؟ ليه قتلتني؟ لأني بحبك، بحبك لين، بحبك بعد ما فهمتي ليه؟ بحبك، بحبك لين، بحبك، بحبك، بحبك لين، بحبك.
بحبك، بحبك بعد ما فهمت ليه؟ لين؟ 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 زياد 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 اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا، اسمع حدا يفوت لهون. لين؟ ولا واحد منكم وين في وشي منعني اقتلها. رالف، بدي اياك تعرف انه صداقتي الك صارت صدفه، بس لما لقيت نجيب ومنى صار لها الصدفه معنى وهدف. انا بفهم الصدف، بس ما بفهم الهدف والمعنى من اصدقاء والتقوا مثلك ومثل البابا. بعدين رح تعرف شو المعنى وشو الهدف. من وقت ما عرفتك وكل ما سألتك عن شيء بتقلي بعدين بعرف. بعد ما صار هالبعدين حتى عارف. بعد في قدامك خطوة واحدة بدك تعملها ومن بعدها بتعرف كل شيء. الله معك يا بيك. شو عملت؟ ليلي يا بيك. إذا ما عرفت السبب بدك تسمح لي أعتذر منك، لأنه ما بقدر ننفذ هالشي من دون ما أعرف السبب أو النتيجة. بعدك تعرف كل شيء قبل التنفيذ، ومن بعد ما تعرف عندك كل الحرية تبقى أو تنسحب. بس بدي الجواب هلأ إذا كنت معي أو لا. اوكي انا معك. الو، كان عندي اساس بدي اسمع صوتك. عم تلفن لك تاخذ رايك بموضوع كتير مهم. بس لحتى تاخذي رايي بموضوع؟ موضوع كتير مهم. شو هو؟ شو ممكن تفسر لي انه أسامة يرجع البيت ويطلب مني ننسى الماضي ونرجع عيلة ويترجاني سامحه لأنه حاسس بالذنب، وخصوصا بالنسبة لعلاقته بنور، وندمان لأنه جرحني؟ شو ممكن يكون مخبي لي ورا هالندم، ورا صحوة هالضمير بهالسرعة؟ ما بعرف، معقول يكون ندم؟ يعني بدك ياني صدق كل اللي قاله؟ بدك تنطري لحتى تشوفي إذا كان صادق أو لا. يعني تنصحني أنطر؟ يمكن يكون ندم. صحيح، كأنك مصدق إنه أسامة ممكن يرجع لبيته. ما بتعرف، الإنسان بيتغير بين لحظة ولحظة. كلامك بأكد لأنه صحيح، ممكن الإنسان يتغير بين لحظة ولحظة. مرسي على رأيك، أخذت من وقتك. باي. كل ما قربت أوثق فيك، كل ما حسيت إنك متفق مع أسامة ضدي. أسامة، شو في براسك هالمرة؟ بتريدي شي غيره؟ ميرسي ام عمر. يعطيك العافية. الله يعافيك. بتحب تاخد شي خواجة أسامة؟ كلك ذوق، يسلموا هالإيدين يا عمر. الله يسلمك. أنا مسافر الليلة على مصر، تحب تسافري معي؟ تفضل.
تفضل غير مرة. لازم نعمل شهر العسل من جديد حتى لو كبرنا شوي. بونجور استاذ. اهلا منيرة. بتحب نشتغل على البريد هلا ولا بعدين؟ لا اتركي لي اياهم، بشتغل عليهم لوحدي. بتريد شي غيره؟ الله معك. شو؟ مش طايق يشوف حدا غيره؟ بكره بيتعود. بتاخدي هالمركز انت، مين احسن منك ترتاح له زويا؟ بعتقد بدها شوية واسطة من زويا. ما بدها واسطة، بدها وقت صدقيني. ايه عنا وقت، شو في ورانا؟ الو هنادي؟ نعم. مش طايق هالشركة من دونك. بتتعود، بالنهاية هيدا الشغل والشغل لازم يمشي. هل قد الأمور بسيطة عندك؟ بعتقد ما عاد في لزوم نحكي بهيك موضوع. لا لازم نحكي، لازم شوفك اليوم. لا ما في لزوم. طب اعطيني فرصة توضح موقفي من اللي صار، بستحق فرصة تانية. خلص شادي، انت بتستحق فرصة تعرف فيها انه زويا بتحبك، ولازم تحترم هالحب وتحترم زواجك منه. بس انا بحبك شادي. ما وقت بدي اسمع منك هالكلمة، لانك ما بتهمني وبينتهي حديثنا هون. عرفتي بشو عم فكر رمزي؟ اسمع مني وما تشغل راسك وتحلل بشو عم يفكر رمزي، لأنه من سابع المستحيلات تعرف إلا آخر دقيقة. قضيت عمري خايف وناطر هالدقيقة، هون انقتل كمان رعد، وهون أنا تغوصت وكنت رح موت. مش مصدق أنه رح يجي يوم ارجع اوقف بهالاوضه. قديش صعب الانسان يوقف مع الذكريات الاليمه. شوف هلا انت عم تحكي وانا عم بسمع منك انك هون انصبت، لو بتخبرني القصه من الاول احسن ما ضل مثل اطرش بالزفه. راح اختفى مات، مين بيعرف؟ كل ما خلصت قصة بتطلع قصة. شو قولك؟ بعد النهاية بعيدة؟ بالنسبة لإلي النهاية اللي كنت ناطرها وصلت. لو بتعرف قديه مشتغل هالبلد، لشمسها لهواها لأرضها للناس لكل حبة تراب فيها. سنين طويلة بعدتنا عنها يا سمير، ويمكن ترجع تبعدنا. هذا قدرنا، هذا العدل، نخلص من الموت اللي كان قدرنا بالبرازيل وندفع ثمن حياتنا غربة وندم. أسامة فضول بعتنا على البرازيل ليقتلنا، بعتنا على الموت بشوية مصاري وبعجوبة رجعنا. بس هلا صار ضل لازم يروح روحة بلا رجعة.
انت طلبت بيت بعيد وما حدا يعرف فيك، مثل ما بدك صار هيك. أمان، بعد كل هالسنين بعدك خايف من أسامة؟ الاحتياط واجب. قدي صعب عليك الإنسان اللي كنت مفكرتي خيك ما يطلع خيك. رالف خيي، ما بقبل حدا يقول العكس. رالف خيك، عشتوا سوا وربيتوا سوا وعنيتوا سوا، بس الأصعب تقبل إنه وسيم ناصر يطلع بيك. يلي عامل بأمي هيك، كيف بقدر أقبل إنه يكون بيي؟ هيدي قصتي معك ومع رشيد ومع لين. وما عرفت شو كان بده مني رشيد؟ لا، بس أنا أكيد إنه له أسبابه. ليه ما كملت يلي طلبوا منك؟ يمكن كنت عرفت السبب. ما بيهمني أعرف، أنت يلي بتهميني. شو ما كان السبب، ما كنت رح أقبل حدا يأذيكي. ألو مسيو ناصر؟ نعم. معك هنادي حطوم. قبل ما تحكي وأعرف شو بدك ترجع على الشغل، رح أنقلك لعندي مساعدتي الخاصة، وهلا عم بسمعك. نعم. مسيو ناصر، ضروري أشوفك قبل ما أقبل وظيفتي الجديدة. من كل بيت، وين بتحبي أشوفك؟ بالشاليه، وما تطلب مني يكون معي حدا. بشوف دفتر مواعيدي وبرجع بحكيكي. اوكي، ناطرة تليفونك. باي باي. يا لطيف، كيف بتمر الايام وبتعيد نفسها. هيك كانت المرحومة امك تحكي معه، كنت اطلع فيها وايدها على قلبي. هالمرة لازم تكون ايدك على قلبك من يلي انا بدي اعمله فيه. لو ما كان بيك كنت قلت لك بعدي عنه قد ما فيكي. كيف بدي ابعد عن شخص قتل امي وأنا بعرف اسمه وعنوانه؟ كيف؟ لو ما كان بيهمني أمرك أكثر ما أنت بتتصوري، كنت كفيت اللي بتسميه أنت مسرحية. شو كان بيمنعني؟ شو اللي منعك ما تكفي؟ في أحاسيس بتصيب الإنسان ما بيعرف يفسرها، لأنه لما بفسر الإحساس بيفقد قيمته. يعني ما بعرف شو اللي بيجمعني فيكي، بس على الأقل أكبر بكتير من مشروع صداقة. وبدك صدق بعد كل اللي صار؟ بدي إياك تنسي كل شيء ونبلش من أول وجديد. ولازم تقبلي، لأنه رح ضل حاول، رح ضل وقف حد جامعتك، وما رح أتراجع قبل ما تقتنعي إني بحياتك حقيقة مش مسرحية. أوسني بإجري تتلحق طيارتك. لك أوسني بإجري بسرعة. Thank you.
بحاجة تفكري يا ماما، هيدا النصيب. كانت تشبهني كثير، الله يرحمه. الله يسامح اللي كان السبب يلي صار مع المرحومة. لازم يدفع حقه وسيم ناصر. ما بزعلني تقولي المرحومة أمك، ما تخافي على شعوري. الله يخلي لي إياك يا ماما، ما يحرمنا منك. ايه ماجدة، ايه لحظة لحظة لحظة، القميص الكحلي إذا بتعملي معروف. حاضر ماجدة، ما تتركي ديانا لوحدها، تعي لعنده ما تفرقيها ترجع. لأي ساعة مسافر؟ بعد شوي بعد شوي. ليكي هي ديانا، احكي معه وتفهمه. هاي ماجدة. هاي ديانا. ما في لزوم تتركي شغلك وتتعذبي. بالعكس، أنا حابة نقعد سوا، مش حابة أتركك وحدك. تعودت أقعد وحدي. لا لا، هالمرة ما رح أتركك وحدك، المسا بكون عندك. مثل ما بدك. الظاهر رجعت المياه لمجارية بين أسامة وديانا. شو بده؟ مسافر وبده ياني يكون مع ديانا. طارق، أنا كنت بدي أخليك برات الموضوع، بس الظاهر أنا بحاجة لإلك. أنت معي ولا لا؟ أنا أكيد معك. اللي شو المطلوب مني؟ وأنت رالف؟ معك. الدور اللي رح تلعبه رح يكون دور حياتك، لأنه من بعده رح تبلش حياتك الجديدة. بس قبل ما توصل لهي المرحلة، بدي منك انت وطارق تراقبوا أسامة فضول خطوة خطوة وتخبروني شو عم بيصير. ليه ما عم ترد ديانا؟ بهاليومين مش عم تقعد بالبيت؟ رمزي عاوزني شوي، عم ساعده بكم شغلي. مثل شو؟ ما في شيء مهم، ما ينشغل بالك، يلا بخاطرك.
بعد حادثة زياد فجأة تغير أسامة. حسب قوله إنه ترك هيدي الممثلة وبده يرجع يبلش حياة جديدة. فشو رأيك؟ بدك تنطري وتشوفي إذا كان صادق ولا لا. كيف ممكن ارجع صدق واحد مثل أسامة؟ هالمرة شو بقلك إحساسك تعملي بيكون الصح. الو رشيد؟ ايه رأيك؟ أسامة فادو بعدنا بالمطار، شو بدك نعمل؟ تأكدتوا انه سافر؟ تأكدنا. فيكم تفلوا، وإذا بدي منكم شيء برجع بحكيكم. باي. اوكي باي، باي. شو قلنا؟ قال لهم فين؟ يلا مشي. هل قد كانت الساعة وقت اللي صارت الجريمة؟ شو بك شايل ادرار؟ فكر مين كمان راعت؟ وليه رشيد بده ياني يكون بكره بقصره؟ وشو له علاقة بأسامة فضول؟ ما لحقنا خلصنا من زياد فضول حتى طلع لنا بيو. لو عرفت بمسك الأدوار مع رشيد كنت دخلت كلية الفنون بلا هندسي من الاساس. ما بتعرف شو عم بخطط او شو عم بدبر. ما في غير ربك بيعرف. يا زلمه شو الانسان؟ حيرني. نحن لحقينه مثل الهبل. نحن لحقين مشروع الشركه. اي شركه منهم؟ ما عاد حكي فيها من لما اشترينا هالسيارتين، عم شغلنا استقصى وتحري. ديانا جربي هالمرة تكوني قريبة من أسامة أكتر. خليه يحس إنه موجود هو بحياتك، مش هيك على الهامش. أعطيه فرصة يصلح غلطه. عم تحكيني كأنك مأكدة إنه أسامة رح يبطل يغلط بحقي ورح يبطل يأذيني. بالنهاية أسامة بحبك وبعتقد هالمرة ما بقى رح يأذيكي. شو هالصوت هيدا؟ ام عمر؟ ام عمر؟
Thank you.